كابتن حاتم، اليوم الفريدي حاضر التتويج. ما شاء الله تبارك الله. قبل اتكلم عن الفريدي او حضوره، بس يعني نسيت انا حقيقه، يعني الله يا تركي شديد حقيقه، يعني الشيء يستاهل. التقرير اللي شفته ابهار، حقيقه ابهار، وينفع يكون قصه قصيره كفيلم قصير، جدا جميل جدا، راح يستاهل حقيقه. يعني يمكن نسيت قبل شويه اذكره، فحبيت اذكره حقيقه، حتى بدل الفائز ما شاء الله. بس التركي القصه كانت جدا جميله وجدا مؤثره وعميقه. يعني طبعا حضور اليوم احمد الفريدي، ما ادري قصه حقيقيه انه الامير جاوب طائره خاصه، ما يعني ما ادري حقيقه القصه هذه، ولكن بالتاكيد هي قمه في الروعه انه يتواجد الفريدي في التتويج. يعني يجي من علاجه، يجي يمكن بصوره استثنائيه عشان يحضر، يمكن حيرجع مره ثانيه. بالتاكيد امر مهم للاعب وامر للاعبين وللجمهور، يعني الشكل العام جدا جميل. يعني الروح في نادي النصر قويه جدا، يعني ما شاء الله تبارك الله. يمكن اليوم انا ما شفت مباراه كثير، كنت بقلب في القنوات، يعني شفت لقطه، يمكن كان حسن الراهب كان يقدر يسجل الكوره، حاول يرجعها للسهلاوي، يبغى السهلاوي يكون هداف. ترى هذه في كره القدم ولا لعب كره القدم، شوف حتى لو زميلك دائما في تنافس، تحب له الخير اوكي، بس كل واحد بيكون افضل، يعني ومش عيب. لكن اللي شفته اللقطه هذه فقط كانت تعبير كبير. حضور اليوم الفريدي اليوم وفرحة اللاعبين فيه والجماهير بالتأكيد جميلة جدا. أيضا الأمير فيصل، يعني تذكر لما أصيب الفريدي إيش كتب له تغريدة كانت جدا مؤثرة، يعني حزينة كانت في ذاك الوقت. الآن قال له تعال لازم تكون معانا، أنت كان لك دور كبير، مستحيل تتفرج علينا، لا حتكون معانا في قلب الحدث. أخوي تركي، يعني يمكن أنت المفروض تحطوا جائزة لأحسن للتوقع صراحة، يعني واللي فشل في توقعه لازم تعاقبوه، زميلي عبد الله ابران حبيبي، يعني يمكن يعني يمكن يمكن من منتصف الموسم، تذكر مباراه الشباب في الدور الاول، حتى انت قلت لي بدري، قلت لك الميزه انك تتوقع بدري. حتى بعد مباراه الاهلي يمكن كان التوقع بين التحدي بيني وبين ابو علي كابتن عبد الله، الله يذكره بخير، انا قلت لك النصر. ليش؟ مش بس فريق يلعب كوره، لا والله ترى روح الرجل هذا الامير فيصل والوضع العام في الفريق النصراوي، تشعر انه الفريق متجه الى تحقيق البطوله، رغم انه الكثير كانوا يعني فكروا ان البطوله راحت بعد رباعيه الاهلي. اي هنا روح النصر، قوه النصر بالتاكيد خلفها قائد وخلفها اشخاص مميزين، قائد خارج الملعب فيصل بن تركي، وقائد داخل الملعب هو حسين عبد الغني بالتاكيد. هذا النتاج وخلفهم جمهور عظيم. طيب. مثل هذا الجمهور بالتاكيد النتائج حتكون. طيب. كما ترى.